أطلقت منظمة اتحاد شبيبة الثورة برنامج بذور لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دير الزور، وذلك من خلال افتتاح ورشة للخياطة في الثانوية المهنية النسوية في المدينة. اليوم نحن بمشروع بذور، هذا المشروع هو مشغل خياطة في عدد جيد من المكانات. هذول المكانات عم نشغل فيهم طلاب التعليم المهني أو طلاب التعليم المهني النسوي بدير الزور لحتى يكونوا منتجين. بهي الحالة بنكون ربطنا التعليم المهني بسوق العمل. اليوم مثل ما نكون شايفين في همة كبيرة للشغل، في همة كبيرة للعمل. محافظة دير الزور هذا أول مركز مشترك خدمي يخدم الشباب ومنتج ينتج تجهيزات ومواد أيضا لنرفض كل المؤسسات بدير الزور بكل مستلزماتها من ناحية الأعلام، من ناحية الألبسة لطلاب الجامعة وإلى آخره. بالنسبة لمشروعنا، مشروع بذور هو خطوة كبيرة جدا من قبل وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة. طبعا لأول مرة هذا المشروع اللي يعبر عن ربط التعليم بالإنتاج. سوق العمل بحاجة إلى إنتاج، وهذا الإنتاج نحن ممكن لدينا الإمكانيات من أجل تقديمها للسوق. اتحاد شبيبة الثورة قامت بتأمين هذه الماكينات وتأمين كل ما يمكن أن نحتاجه للإنتاج. ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائدات مالية للطالبات وربط التعليم الفني والمهني بسوق الإنتاج. للإخبارية السورية إبراهيم الضلي، دير الزور.